بما أنه اليوم هو اليوم العالمي لمتلازمة داون، أنا لبست الشعار اللي هو الصراحة، وأنا يعني قديش أول مرة بعرف فيه، وشكرا لست انتصار اللي عرفتني أنه في لهذا اليوم العالمي في له كمان باتش نقدر نلبسها وعشان يعني نشارك الناس في هذا اليوم. وأنا متأكدة في كثير ناس اليوم مش متذكرينه مع الاحتفالات الكثيرة اللي موجودة بهذا اليوم، ولكن كمان ما يميز هذا اليوم إنه هو اليوم الوحيد إنه الطفل بيحتفل مع أمه بعيد الأم ومتلازمة داون، فيعني رائع هذا الحكي. برحب بضيوفي، برحب بست انتصار عادل الخطيب، صاحبة ومؤسسة مبادرة متلازمة داون معنا حياتنا إلها معنى. أهلا وسهلا فيكي وشكرا لإلك. وكمان برحب بأم إبراهيم الرشدان. إبراهيم صديقي، كيف حالك؟ حالي تمام؟ الحمد لله. أهلا فيكم، شرفتونا، وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. وجبت للماما هدية؟ آه ولا هيك؟ أنت أحلى هدية أصلاً للماما، صح؟ إن شاء الله، إن شاء الله. إن شاء الله. نبلش معك ست انتصار، أنت عاملة مبادرة حلوة كتير، ليش اخترتي متلازمة داون؟ أكيد في عندك تجربة. أكيد طبعاً، بنهني كل أمهاتنا اليوم العالمي متلازمة داون، كل أمهات وبخاصة أمهات متلازمة داون معنا حياة لها معنا، أو كل أمهات عفواً المتلازمة. احنا انتصار عادل الخطيب، انا عندي لقب اسمي اخت النافعين، عندي اخوان اثنين متلازمة داون، اكبرهم عاش 52 سنة والاصغر منه عاش 47 سنة. طبعا في اسرتنا تكررت الحالة، هي تتكرر يعني نادرا ما تتكرر. طبعا متلازمة داون نتيجة لخلل كروموسومي، بينقسم كروموسوم 21 الى 3 اقسام، عشان هيك الاحتفال باليوم العالمي يكون 21 3 كروموسوم 21 بنقسم الى 3 اقسام، وهذا اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعت له كل الناس المنتظمين في هاي الجمعية وكل دول العالم الى الاحتفال بهذا اليوم، فهو يوم عالمي رسمي بيحتفل فيه كل دول العالم ومنها طبعا الأردن. ونحن كمبادرة عائلية تطوعية، متلازمة داون معنا حياة لها معنا، هي مبادرة عائلية تطوعية قمت بتأسيسها. انت حكيتي عائلية، ايش قصدك فيها عائلية؟ يعني اوكي فقدتوا يعني شخصين من افراد العائلة بسبب هذا المرض، ولكن ما يعني هلا انتوا بس افراد العائلة القائمين على هاي المبادرة؟ لا لا، احنا بصراحة هو متلازمة داون لا تعد داء ولا مرضا، هي حالة بيولد عليها الطفل منذ ولادته، لها علاقة بالجين بالوراثة بالجينات، ليس مرضا وراثيا ابدا، هو فقط ولا جينات، هو خلل كروموسومي يعني ما له علاقة تزاوج، لا ولا يورث لعلمك يعني من المعلومات الخاطئة يعني، بس هو بما انه كروموسوم تعلق بالمادة الوراثية فيعني بيحكوا انه، لكن هو كوراثة أبدا يعني، وهي من المعلومات الخاطئة والشائعة المعروفة عند بعض الناس، أنهم حتى بيحاولوا أنهم يخفوا حالة ابنهم، أو الناس ما عندهم وعي كتير كبير في هذا الموضوع. يعني إحنا عادي كأسرة عشنا كل حياتنا، ما أثر على لا دراستنا ولا حالات الزواج في أسرتنا، ولا أنه دعانا إلى سمح الله إلى أنه نخجل منهم أبدا، بالعكس يعني حتى المبادرة يعني قامت على تجربة اثنين قدمتهم كنماذج ناجحة، سخرنا قصتنا الخاصة للعام وقدمنا فيما بعد نماذج كتير ناجحة، يعني اطلعوا على قصة مثلا رح نطلع عليهم. نعم كلاتهم. أكيد أكيد. خلينا نشوف أم إبراهيم. أم إبراهيم أهلين فيكي، كم ولد عندك؟ عندي 3 ولاد وبنتين، 5. الله يخلي لك الله اياهم يسعدك يا رب. الله يرضى عليك. ابراهيم رقم الشباب. 4. رقم 4. مدلل يعني ولا رايح عليك؟ هو عاده اللي بالنص بتروح عليه. شفتي مش هيك؟ لما عرفتي انه على اي سن عرفتي ابراهيم عنده المتلازمه؟ اي سن بالنسبه لي انا؟ كم عمري انا كان يعني؟ لا هو قديش كان عمره؟ لا لا، ابراهيم كان عمره شهرين لما عرفت انه متلازمه داون. طبعا ما اخبي عليك انه كانت صدمه اولها يعني، وكنت صغيره بالعمر واول مره اسمع يعني، عفوا ما كان يقول اول يعني متلازمه داون، له اسم ثاني كان. بس الدكتور الله يجزيه الخير كان كثير رائع، واسلوبه
جاب لي كتاب ويعني فرجاني شو راح يصير وهذا، تقبلت الحمد لله رب العالمين. واهم شيء فكرتي نكون صادقين معك، فكرتي بالاجهاض؟ لا ابدا مستحيل، لا هاي هديه من رب العالمين. اي والله هديه حلوه، اه هاي نعمه. اه لا 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 ابدا ولا مره مستحيل يعني. اه بس انه الحمد لله يعني انا استفدت يعني انه ايش، انه لازم اعامله مثله مثل اخوانه هذا يعني. وانت بمراحل الحمل بلشت تقري وبلشت الناس يحكوا لك ولما اجى مش انك خبيتي وبعدين عرفتي؟ مش بالحمل انا لا, لا عفوا لما بعد الولاده بالضبط. بعدين اه بعدين عرفت يعني صرت تقري ولما كبر ضلوا يكبر على اساس انه انت عاملتيه كانه شخص عادي, من افراد العيله. ولا خبيته ولا ايش، ابراهيم كان عادي عايش حياته زيه زي اخوانه، وصدقا يعني كانت تربيته ما تغيرت علي زيه زي اخوانه نهائيا يعني، ما كان ولا مره يعني الحمد لله رب العالمين. يعني كان ابراهيم من صغره لحد الان محبوب العيله ومحبوب، كنا ساكنين بالكرك شركه البوتاس، محبوب اهل البوتاس كلهم ابراهيم. كان سمعت كان في مبادرات دخلتي اهالي مثلا جمعيات زي مثلا ست انتصار عملت مبادره كان في هناك ست كان كنت انا ساكنه في شركه البوتاس طبعا لما ابراهيم مولد 86 واحنا اشتغلنا بالبوتاس 86، فلما كبر شوي ابراهيم صار عمره بحدود 7 سنوات وهيك في مركز بالكرك مؤتة، فدخلته عليه. بس طبعا ما كان اول لا في دمج ولا في يعني بتعرفي في 86 يعني المفروض يروح على مدرسه عاديه. ما منعوا، ما في، لا والله ما منع من المدارس والمدارس الخاصه والحكومه انه ما بصير. اه ما في دمج، بس كانت مدرسته احنا البيت الحمد لله رب العالمين. الحمد لله البيت نحكي على البيت انتصار. انت عندك بس خبره بس احنا عفوا يعني سالتين على المبادره. انا بس من سنتين انا قعدت 15 سنه أنا جاي من البوتاس لعمان ساكنة، وإحنا بنبحث وبنسأل وبندور أنا وأبو إبراهيم. فيوم من الأيام بتطلع بالصفة على الفيسبوك شفت صفحة ست انتصار، دخلت لها على الخاص إذا في مجال أجي أتعرف عليك حابب إبراهيم. والحمد لله رب العالمين يعني، لأن إبراهيم كان يبحث على عمل. إبراهيم يعني الحمد لله يعني بحكي ليش أنا، ليش أخوي يوسف بدرس، ليش أخوي بيشتغل، ليش بركب السيارة. إبراهيم أنت رحت مدرسة؟ لا لا مركز بس 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 أمي. بس انت درستي الحمد لله رب العالمين. برافو عليكي. درسته يعني علمته يعني شو الحياه يعني الحمد لله رب العالمين. شو ابراهيم تعبت؟ لا عادي. تعبت بالحياه؟ لا عادي عادي. هو متفائل ما شاء الله، متفائل دائما الابتسامه الحمد لله. الحمد لله اشتغل بالماريوت وثبت بالماريوت وبشكرهم كلهم لانه كثير متعاونين معه وبحبوه كلهم. شو بتشتغل؟ انا فندق مايوت. اوكي. اسم حفلات، قسم الحفلات. حلو. شو بتعمل هناك؟ في خيارات، في طلاب اللي هيك حط الكلام. بتظبط بترتب لما يصير في مؤتمرات وفي حفلات بترتب الطاولات. شو حلو. حط الكلام حط. كم ساعه بتشتغل؟ ساعه 8 ساعات زي حالاتنا يعني. اي ساعه يا ساعه ابراهيم؟ ساعه 4 هيك 5 عشان الطار روح هناك الساعة 6-7 6-7 ساعات يعني عادي. ما في أي مشكلة. وكيف الموظفين معك؟ والله كده برافو عليك حبيبي. مين صاحبك بتحب تودي له سلام؟ بس خالد فندق. مين؟ شكر شكر شباب. شكر للشباب. شكر شباب صحابي هذا هيك شنو هم حكوا عني شو علم 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 معلم. أقول عنك معلم. صار لك معلم. بدي أجي أعمل فحص عليك وأنت بتحضر الطاولات. برافو عليك. الحلو في الموضوع ست انتصار إنه صار في وعي بس مشان في وجود ناس زيك. أكيد. ناس بيأمن بهالإشي بيعمل بسلط الضوء عليها. لو إنه ضلينا على زي ما قلتي ما حدا بحكي ما حدا بخبي ما حدا عامل ولا شيء. فوجود زي مبادراتك خلوا الناس أكيد تعرف أكيد زي ابراهيم واستقبلوا كمان. اكيد اكيد اكيد. الحمد لله. احنا قصدنا في مبادره عائليه انه اللي بينضموا للصفحه يعني احنا مش فاتحين لا مركز ولا جمعيه. انت على صفحه ولا على مقر. احنا صفحتنا على الفيسبوك اسسناها بدينا فيها بقصتنا وثقناها. يعني كثير ناس كانوا يسالوني يعني زي السؤال اللي حضرتك يعني سألتيني إياه، إيش صلتك بمتلازمة داون؟
فعلى طول حكيت إن صلتي أنا الأخت الكبرى الاثنين عندهم متلازمة داون. لما أسست المبادرة في 31/3/2013 كان أخوي أمجد متوفي. أول شيء عرفت في أمجد قبل ما أعرف أخوي أيمن، يعني توفى الله يرحمه بس بيضل له ذكرى الوفاء، يعني إنسان له حق علينا. في ناس يعني استغربوا يعني حكوا إنه مات الله يرحمه ليه يعني تذكري أو تجيبي سيرته، في ناس بجوز يخافوا، في أهالي بيحكوها بكرة بيجي كمان واحد متلازمة داون. لا بالعكس، يعني كل شيء قدر ومكتوب وكله نصيب وكله صح. من فضل الله يعني الحمد لله. بالعكس يعني قلنا حياتنا لها معنى وجود إخوان التنين يعني في أسرتنا ما شكل، وأكيد في كثير من الأسر. قديش بيجيك قصص على الفيسبوك؟ ما شك شك كثير كثير كثير. شو بقولوا لك؟ شو بدهم؟ شو بدهم يعني مساعدة؟ هو طبعا لا شك إنه لسه ما زال يعني الخدمات التي تقدم لأفراد متلازمة داون لساتها دون المستوى المطلوب، رغم إنه الأردن بيحكوا إنها متقدمة وهي كذلك الحمد لله رب العالمين، لكن ما وصلوا إلى درجة. هلا متلازمة داون عندهم ميزة، يعني ليه الأمم المتحدة أو الجمعية العامة المتحدة أفردت يوم خاص لمتلازمة داون؟ عشان تسلط عليهم بشكل أكثر وتعرف فيهم. يعني أفراد متلازمة داون إنهم يعني قابلون للتعليم وقابلون للتدريب، يعني في بعض الناس ومنهم الأهل بيجهلوا هذه النقطة، فإحنا لما نعطيهم نماذج تعلمت، نماذج درست، نماذج دخلت المجتمع، من حقهم إنهم طبعاً إنهم يخوضوا كل يعني يندمجوا في كل مناحي الحياة، وأولها أنا بصراحة بحكي الأسرة، دور الأهل كثير طبعاً كبير. يعني لو إنه إبراهيم خبط وهذا إبراهيم هلا قاعد بتفرج على التلفزيون بس لا بيشتغل ولا شيء. إحنا بدل ما نفتخر الحمد لله بقصة واحدة افتخرنا بقصتين وقدمناهم نماذج. إحنا أولاً نحكي عن نفسنا، بعدين يمكن عملت ملف كامل يمكن أكثر من 10 موضوعات قدمت من كله من كتاباتي عن قصتنا العائلية. يعني بعض يحكي إنه أنتوا حكيتوا شيء شخصي، أبداً إحنا ما بنحكي شيء شخصي، يعني أنت عم تحكي مشان تعلمي غيرك بالضبط. مشان اللي مستحية واللي خايفة واللي خجلانة تتقوى صحيح. من تقوى. يعني أول يوم التقينا في دار عائلة أبو إبراهيم أهديت هاي النسخة لأبو إبراهيم. إيش هاي النسخة أشوفها؟ طبعاً هاي النسخة أولاً القصة قصة أيمن الخطيب. أنت عاملة بروشور قصة أخوك. من إصدارات هو الإصدار الوحيد حالياً، الإصدار الثاني ناويين نكتب قصة حقيبة إبراهيم. حقيبة عمل؟ نعم. حكاية عطاء. حكاية عطاء. أيمن اشتغل 15 سنة بشركة سوفت بالورق الصحي اللي كانت موجودة بسويلة، كان زي إبراهيم حضر حقيبته، حضر أغراضه، يمشي يروح مواصلات، يداوم، وقع اسمه، إذا بده مغادرة يعني يأخذ مغادرة، خضع لقانون العمل والعمال. حلو. ودخل بالضمان الاجتماعي وأخذ راتب كامل الحمد لله. يعني بالنسبة لأيمن مع العلم يا ست ديالي إحنا كأسرة في البداية كنا رافضين إنه يشتغل لأنه كان خايفين عليه نفسيا. أنتوا خايفين عليه يتحطم نفسيا. بالضبط بالضبط. يعني إحنا صراحة غير مطمئنين من الموظفين أو ما هي طبيعة العمل. يعني في ناس عفوا مع احترامي لسه النظرة المجتمعية دون المطلوب، يعني مثل هاي البرامج وهذه اللقاءات صراحة بتزيد من مستوى الوعي. يعني أي واحد بحكي لك متلازمة داون بيشتغل فندق، عفوا بجوز إنه بينظف بكنس مع احترامنا لعمال الوطن، لكن صراحة هو يعني اشتغل في قسم الإنتاج، لما بيشتغل في قسم الإنتاج بيقوم يتدرب على هذا العمل 3 شهور هو، بعدين ثبت، بعدين يعني رئيس شؤون الموظفين بيتابعه صاحب هوية يعني فثبت، يعني أثبت جدارته وغيره من الناس بيثبتوا جدارتهم. يعني حتى أولادنا بيكون عندهم طاقات ما بتتخيلي، حتى الأهل بيجهلوا هذه الأمور صحيح. فعشان هيك إحنا لازم نعطيهم الفرصة. فصار في اجتماع بين الأهل ودير المصنع بين المؤسسة اللي كانت هي رشحتهم اسمها المؤسسة السويدية وبين رئيس بين أيمن كمان نفسه. أنت بتحب ترغب؟ يعني عفوا إبراهيم لو ما عنده الرغبة ما راح يشتغل، ما راح يثبت لو مهما أهله يعني أقنعوه، لكن هو عنده هاي الرغبة وعنده هاي القدرة عنده هاي الأهلية، أثبت جدارته فاستمر. يعني الآن إبراهيم كم سنة لك؟ إبراهيم كم من سنة صار لك يشتغل؟ أنا ست سنين؟ سنتين. سنتين؟ سنتين. آه.
طيب بالبيت ابراهيم عادي ما فيش مميز تمييز لا لا تمييز عنصري لا لا ابدا ما من ما في اي تمييز ما عندنا تمييز ما شاء الله على ابراهيم والله انا بعد يعني هاي فعلا هديه من رب العالمين احمد ربي عليها وبشكر كل ساعه عن جد والله بدنا نحكي بمحيط الاسره هل هناك يعني هيك اي نظره شفقه نظره ابدا أبداً كله يعني عندي ابدا يمكن هن شافوكم انتم ما عم تتعاملوا هيك فلو شافوكم هيك ولا طولي بالك يا ام ابراهيم هاي ربنا هيك كاتب لك لان احنا من اولها ما اعطينا مجال ولا لبني ولا حدا ما اعطينا مجال فعلا. يعني انه خلص هذا عادي ايش في عادي هيو بيحبي بمشي باكل بالعادي مين بودي على الشغل نعم مين بوصله على الشغل ما عبي جيراننا والله بروح مواصلات بروح مواصلات لحالي شاطر عادي بس الحمد لله ابن الجيران طلع بيشتغل في هذيك المناطق فبيروحوا بيجي معه الحمد لله ميسره بس اشتغل قبل هالفتره في مكان كان يركب السيرفيس مرتين كان يشتغل تعلم ودرب هذا لما هذا الكلام للاهل اللي بيفكروا لما انت كنت تركب مواصلات سواق السيرفيس سواق الباص سواق التاكسي عادي انا عادي هم مش انت هم هم عادي هم عادي ما يعني لما توقف تاكسي بوقف لك انا من هيك اوقف بس من هيك هو ردش بردش يعني في منهم بردوا في منهم ما بردوا يعني هن على كل حال هن على الناس العاديين واقفين بالشارع اذا مش عاجبه الموديل ما بركبوا عادي طبيعي الحمد لله أنا سعيدة إني تعرفت عليك حبيبتي صديقي أنت حبيبتي حبيب قلبي الله يسعدك أم إبراهيم الله يقويكي والله يعطيكي هيك يعني حتى يرضيك زي ما بقولوا وكل سنة وأنت سالمة كل عام أحلى هدية هاي طبعا أحلى هدية أحلى هدية وإحنا بنشكركم كثير والله وإحنا اللي بنشكركم وإجيتوا عنا اليوم الحمد لله رب العالمين يعني تركتوا احتفالاتكم أكيد في البيت وإجيتوا عنا الحمد لله رب العالمين ست انتصار الله يبارك فيكي الله يسعدك كلك ذوق وكلك إن شاء الله هيك ربنا يعوض عليكم بالخير طبعا مبادرة بس على الفيسبوك بدنا موجودة نعم احنا بنحاول نحقق أهدافنا من خلال الأنشطة اللي بنقوم فيها إن كثير إنجازات في قصص نجاح كثير زي قصة إبراهيم فإلهم حق علينا نذكرهم يعني إذا في مجال اليوم كنا باحتفال أقامته جمعية خليل سالم يوم الجمعة عندنا احتفال عفوا يوم السبت 24/12 كمان احتفال باليوم العالمي طبعا السنة هذا الشعار هو ما أقدمه لمجتمعي فالشعار جدا رائع أنه يعني أيضا بلقى الضوء عليهم أنه كل إنسان فيهم يستطيع أنه يقدم لمجتمعه حتى لو قدم يعني بسمته قدم يعني إنجازه لو قدم هدية لأمه يعني مهما كانت يعني المساهمات اللي بيقدموها فهي كبيرة جدا صحيح احنا بنقول إنه يعني بصراحة بتميزوا أفراد مثلا ما عندهم يعني عفوا بعض الناس بيقولوا ما عندهم هذا العنف ما عندهم هذا الكذب ما عندهم يعني هم بيتصفوا أنا أصدق منا نعم نعم أصدق منا وأنقى منا صح إحنا لا بتأيدني كمان يعني من أهداف الاستديو لأنه إحنا برضو هي التوعية التعريفية هي أهم إشي التوعية تبادل الخبرات تسليط الضوء على نماذج القدوة يعني نحكي للعالم إنه إحنا متلازمة داون نعتز ونفتخر فيهم هم أولويتنا في حياتنا زي ما حكيتي أنت بنعطيهم وقتنا وجهدنا ومالنا احنا مبادرة ننفق حتى على انفسنا على النشاطات اللي احنا بنقوم فيها بنحيي فريق العمل اللي بيشارك معنا وبنحيي كل الافراد والعائلات اللي سبحان الله يعني ملتزمة بانشطتنا وملتزمة بمواظبة ومؤازرة وداعمة شكرا لك عن جد يعطيك الف عافيه الله, الله ما قصرتي كنت حابه اشكر الجهات اللي بتقدم لنا الكل يعني احنا يمكن ما بنلحق نشكرهم أكيد كلهم بس أكيد كل واحد بحط جهد وبحط بحط ايده بايدكم اكيد يعني كل الشكر لكم يعطيكم الف عافيه مره ثانيه كل عام وانتم بخير ابراهيم نشوفك بالاوتيل ان شاء الله ان شاء الله ومره اخرى بنقول لكل اللي عم بيشوفونا وبيحتفلوا باي مناسبه من هالمناسبات اللي اليوم نحتفل فيها من قناه الاردن ليوم الكرامه لعيد الام لمتلازمه داون ان شاء الله كل يوم وانتم بصحه وخير وسعاده تصبحوا على الف خير